السلام عليكم، تحياتي للجميع. فلوق جديد هاد المرة بخير سيما. كنت باقي ما عملت فيها شي فلوق، مدة طويلة ديجا ما عملت شي فلوق هذا، وغنبدا لكم الفلوق ديالي هاد الفيديو هاد المشهد البانورامي الرائع. رائع جدا. شحال ما قربتي للحجر شحال ما كيبان كيزيد يصفى الماء. حسن راهو راهو حسن من ما يجي عنده. الله يسلم عليه دابا. الله حرام اخي حسن راهو على الدين. اي لاباس عليك، بس لقيت قاش مليح، كلشي بخير. كلشي مليح، كلشي مزيان. الحمد لله كلشي مليح. ايما قاسم غيرك يا حسن. على الدين زين الصاح مزيان مزيان. الله يحفظك بعزك. كلشي بخير. واش تفحر مع السبعة؟ فيديو تحياتي. حسن باقي كيعوم، المغرب دابا غتدن. حتى نشف زرفني ضربت واحد لاصال سراطوس، هو باقي كيعوم. من 8 الصباح انا كنعوم حتى المغرب، والله الا ملحقتني كان باقي نشوف شي الناس. ها هو حسن. تحياتي اخي حسن. ها هو حسن. ها هو ها هو ماشي ها هو ماشي ها هو ماشي ها هو ماشي ان شاء الله من برشا. يا سلام شم كيرجع من قيم كامل. والله الا الحوت صاحب الكيل حس كيما والله الا الماواع. بصح اخي حسن انت لا جنادي هذا والله تاجا ناض. العب السلام. وعائلة بن داود الكريمة. تحية للدراري كاملين صراحة. ها السلميد عاي صالتي آلاتي آلاتي آلاتي. القضية ديالو عاد توصلتي.
المهم حنا جبرنا واحد الاوطيل وحسن يشرح لكم مسار السير ديالنا. هو اللي عارف دابا الشواطئ كيفاش عامل. فين نمشي اخي حسن؟ نمشي نتعشى اخي. لا لا افرح عشان عارف نضرب عليك كرشي باش نقدر نفكر بها. قلنا دابا الناس اللي كيتابعونا شكون احسن الشواطئ اللي كاينين في الحسيمه باش ننصحوا؟ صراحه الحسيمه كان فيهم الشاطئ وعلي حنا مشينا يعني الشاطئ هادي سنا شفتي؟ لا هذاك تلاقينا فيه وصافي غير باش نتلاقى. ولكن كيفاش جاتينا؟ واعر بزاف حيت خصنا نمشي خصك تمشي جهه الحجر. صافي جهه الحجر صافي الحوت كدا فين مشينا قبيله. انا ملي مشيتي الشواطئ شي حاجه بالزوار صحيحه اسمي رمود ولا قمسيلي وهذاك اللي قلتي لي اللي مر بعاد شويه حد سقيت وطرس هذا النهار نهار بصالح وعلي طرس فيها شي قلعه ياك بعد ست ايام مناظر بزاف كاينه باش نمشي حتى هما نشوفوهم كاملين على حسب نشوفو على حسب الوقت الوقت كنا نضربو كلشي ونشوفو كلشي والله وناكلو كلشي حسن حسيمة ليلى ضرنا في الأسواق ديالها ودابا جينا للساحة. شنو اسم هاد الساحة أخي حسن؟ ساحة كيمادو. ها؟ ساحة كيمادو. ساحة كيمادو حيت كيمادو كاين تحت. حسن بسم الله كيف شغلو؟ كيف جاك المنظر هنا حسن؟ اخي حسن فين غنمشي؟ دابا غنمشيو الفطرو يا نمشيو ديك القهوة العالمية ياك؟ القهوة العالمية نمشيو القهوة العالمية وموراها قلتي لي نمشيو الإسلي وتلايوس. تلايوس في حسن الصفيح. طيب تلايوس اصاحبي راه بليونس افضل من بليونس. صح مادام قلتي كان خصني نمشي للصفيحة ولكن مادام قلتي لي حسن تلايوس. الصفيحة ما فيها والو فيها عادي بحال اللي بحرنا البارح ما بقاش نعاودو نفس البحورة فهمت. تلايوس غاتشوف شي حاجة واعرة غاتشوف البحر الحجر الرملة مضخمة صح. شفت الرمله الخضر عندهم رمله كحله سبيسيال يا ما عندهمش على رمله صفراء بحال هذه البلايا صح. انا غادي نمشيو نشوفوا الشواطئ اخرين. الشواطئ خمسة مزيان على الضمانه ديالك نمشيو لاسلي تلايوس نمشيو هما اللي مزيانين بزاف هما البحور واعرين بزاف. انا حنا اخترعنا عملنا شي معايير احسن من احسن الحجار احسن الرمل هذا يكون مختلف على هذا بغينا نخلطوا نخلطوا ما يكونوش بحال برافو يكون واحد بجهه واحد بجهه أما هذا كاين بحور عليك. وبالنسبة أخي محمد شو كيفاش جاتوا لك الأتمية في الحسيمة وكذا؟ كيفاش جاتك الأتمية بالنسبة للماكلة والتراويح؟ ولكن ماشي كنت كنسمع بزاف. داك الشيء خيالي. خيالي وكذا اثمن رخاصين بحال هذا الحصين هذيك الشيء رخيص تاكوس 40 درهم تقوي لك الطاقه باش تقوي البلاصه ماشي عاليه بالطول الكورنيش اللي شويه شبهت هو الا كنتي في وسط البحر وكريتي باراسول تسولو داك الشيء تما تقدرو غالي داك الشيء كيكون غالي شويه هذا الاول حوايج الا كنتي كتشري مثلا بحال ديك الفوطه اللي ساوت انت الحوايج يكونوا في اما المهم حق عادي كتقدر تجنب هذا الموضوع كامل تقدر تجنب وطير رخيص عادي بصح أثمنة مزيانة المهم أبلا أوطيل اللي متنا فيه ثمن عادي فهمتي ماشي شي حاجة
و الغلا كاين في وسط الشاطئ، ولا لو كنت تشري شي حاجه فهمتي، و جينيرالمون مقبول داكشي ماشي اوفر. كيفاش كيضرب لي ها هي القهوه المعلومه يا اخي حسن ما ادري صراحه. فيديو باقي خدام هانتينا كاتبها في فيديو اخي حسن، قول شي حاجه للمشاهد الكريم. صراحه هذه احسن بلاصه تقدر تجي تشوفها في حسنات القهوه فيها، شي حاجه اللي واعره بزاف. راه في كنا مقهويين امبارح لا سي لا في الطبقه الثانيه كنا مقهويين. عشينا تما وصحابينا تما، أسمينا عادية صراحة والله العظيم، أسمينا مخيرة هنايا بزاف كاع. نتوما أصلا كتدخلوا باش ديروا بسرعة. بصحتك أخي محمد. زين زين عجبك اخي محمد انت؟ كيجيك بصحة وراحة بصحتك.